نبيلة فريكسمان، مرحبا بكم معنا في هذه المسابقة واللي هي مخصصة للنكات. واليوم معنا جوج ديال الفنانة في مجال النكات، الأول مغربي والثاني مصري جاي من الأرض الشقيقة. غادي يكون تحدي بين هاد الجوج، واللي عطات إقبال كبير من الجمهور هو اللي غيفوز معنا بسيارة من نوع فيات 308. هي موديل قديم ولكن نادرة، عندها الموتور لور وصغير وكتاكل غير 2%، يعني هي سيارة اقتصادية وغتكون تتشبه لذاك اللي غيفوز بها. إذن غادي نقدم لكم الأسماء ديال هاد النكايتية، واللي هما الفنان محيز قمان والنكايتي المعروف خريم زمان، وفرجة ممتعة. مرة واحدة بتقول لجوزها تصدق إني أنا كل يوم بحلم بيوم جوازنا؟ قال لها هي لسه الكوابيس دي بتجيلك. وهادو جوج بنات، وحدة زوينة وحدة خايبة، أتقدموا للشركة بطلب باش تكون وحدة فيهم سيكريتيرة. مشاو لعند المدير وقال لهم أنا ما كيهمنيش الجمال، أنا كتهمني الكفاءة، غادي نسول كل وحدة فيكم سؤال باش نشوف شكون اللي تستاهل الخدمة. سول البنت الزوينة ما هي بلد المليون شهيد؟ قالت لي الجزائر. قال لها ممتاز. هو يسول الخيبة ويقول لها ما هي أسماء المليون شهيد؟ واو 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 واو. ده واحد منحوس خبطت عربية ومات، فروحه طلعت وخبطتها طيارة. هذا واحد جاتو الفاتورة ديال الماء غالية غالية بزاف، عيط للشركة ديال الماء قال ليهم يا وينا اياك ما شتا العام على حسابي. مرة فار شاف قطة أسد يعيد يقري فيها لغاية ما وصلها للغابة. المهم الحيوانات كلها قعدت تهتف وتقول عاش الفار. راح الفار رفس الأسد برجله وهو بيقول أنا لما أتعصب ما برحمشي. أقول لك هادي واحد الشرفة أطلعت للطوبيس، جا الشيفور هو يكلاكسوني وبدات الشرفة تتبكي. جا وسولها أياك لاباس؟ قالت له لا لا والو، بس غتفكرت الحزقة ديال المرحوم. مرة ثلاثة فشارين راحوا للجبل، واحد أعمى واحد أطرش واحد أقرع. الأعمى قال أنا شايف النملة اللي فوق الجبل، والأطرش قال أنا سامع دبيتها، والأقرع قال أنا شعري واقف من كترة الكاذب. هذا واحد مغربي أمشى يكمل قرايته في الأمريك، دوز شي 5 سنين وفاش رجع أجلس مع دارهم ويقول لباه الوالد أبغيت كيري. قال ليه كيري كيفاش؟ رد عليه الولد قال لا الوالد وكيري راها فرماج. قال لي باه خود ليك تحليمه راها تا هي زبده. عجوزه خيروها بين الحق والجواز، وطت راسها ومكسوفه وقالت هي مكه الطير ولا ايه. هذه واحد المره كتطلب وداز من حداها واحد الاستاذ، قالت ليه اعطيني باش نفرح الوليدات. قال ليها الاستاذ قولي ليهم غدا ما كاينه قرايه. اثنين رخمين قوي يتحكم عليهم بالاعدام، فسالوا الاول نفسك في ايه؟ قال نفسي اشوف امي. وبعدين سالوا الثاني نفسك في ايه؟ قال لهم نفسي ما تخلوش يشوف امه. اول مشى عند مول الشفنج وقال لي اعطيني كيلو ديال الشفنج، اكلاه وما شبعش. قال لي ازيدني نص كيلو، واكلاه حتى هو وما شبعش. قال لي وزيدني شي ربعه، واكلاه هو يشبع ويقول تفو كون ما الاول شريت على ربعه. اثنين ماشيين في الصحراء طلع عليهم اسد، فواحد منهم رماه بطوبه وقري وبيبص وراه لا صاحب واقف وبيقول له انت ما بتجريش ليه؟ قال له وانا مالي، هو انا اللي ضربته.
هذا واحد ما عمره مشى للرباط، انا مشاريها القى في الدخله ديالها بلا كان مكتوب عليها الرباط سالا. هو يقول لصاحبه وهذا الرباط ما لقايم حتى يسالي حتى يجيد لي انا. مره واحد انا قاعد في الصاله، مراته دخلت عليه لقات بي راه في كتاب الرجل سيد المنزل، فقالت له انت مش حتبطل قرايه الكتب الخياليه دي؟ واحد السيده حطت الثوب عند الخياط باش يصوب ليها جلابه، ملي جات تاخذها قيستها قدامه وجاتها قصيره. الخياط عرف راسو قفرها ويقول ليها اطواليتي يا العفريته. وحده بتقول لجوزها لو ما كنتش رضيت اتجوزك كانت حياتك بقت فاضيه. قال لها ايوه بس محفظتي كانت حتبقى مليانه. قال ليك هاد العالم كامل جمعوا وقالوا نشاركوا في صنع اكبر صاروخ في العالم، وهي تبدا المشاركات ومن كل العالم الصين اليابان اشتركوا سيدي بالاجهزه المتطوره والتقنيه، وامريكا تا هي ساهمت سيدي بالمحركات، واوروبا بالمهندسين، ودول الخليج ساهموا تا هما بالبترول والمشتقات ديالو، وباقي دول العالم ساهموا باليد العامله. وجاو حتى المغرب لقاو ما مساهمش، قالوا ما كاين مشكل. المهم بدا سيدي العالم في الصناعه ديالو هذاك الصاروخ، حتى سالوه هو يبان لهم واحد المغربي جاي هز واحد البريزه طويله وكبيره، وهما يقولوا ليه وصافي سالينا لا جيب معاك انت دابا تما. هو يحل لهم البريزه واجبد لهم واحد الورقه كبيره ورسقها لهم في الصاروخ مكتوب فيها مادين موروكو التراخ. مره واحد غبي راح يخطب فوالد العروسه بيقول له احنا عايزين مهر 20,000 جنيه. قام الغبي وقال له ده أنا قدامي واحدة على 5,000 وحامل كمان. واحد الشاب شبعان عياقة أبغى يدخ على واحد الشيبانية، هو يقول لها والحجة ما شفتيش واحد الكارتة على القرودة داز من هنا؟ وهي تقول لي على وليديك ما تحسي منه كنتي فيه. السيبت سودانية لبست فستان أحمر وقالت لجوزها دلعني. قال لا يا فحم يا ملوع. أم الضو دق على واحد الدار وخرجت ليه واحد المرأة حاملة ويقول ليها عندك 3 شهور. قالت ليه وباش عرفتيها؟ قال ليها حنا أشنو خدمتنا؟ قالت ليه وصافي حاضينا حتاش كنديرو في الديور. قال ليها وانتو ما خدامي داخل وحنا كنراقبوكم من برا. هي تقول ليه انا ري. قال ليها واش كاين راجلك؟ قالت لي لا. قال ليها ملي يجي قولي لي يدوز عندنا ولا نقطعوه ليه. قالت لي تقطعوه ليه وانا اش ندير؟ قال ليها ايوا قضي بالشمع. مره واحد بيقول لمراته اعملي محشي، فقالت له ما بعرفش. قال لها ماليش دعوه. فراح الشغل ورجع لقى السفرة مليانة محشي. قال لها مين اللي عمله؟ فقالت ما عرفش. فاشتكى للبواب، البواب ردي وقال له الشقة دي مسكونة. فقال له لا يا عم أنا حروح شقة حلوان. فطلع الشقة لقى العفش محلول، وهو نازل لقى 4 عفاريت بيغنوا حنروح حلوان حنروح حلوان. هذا واحد الفرنسي واحد الشلح واحد عروبي، وقال لهم الملك اللي طلع لهاد الجبل نعطيه اللي بغا. جا الفرنسي طلع حتى قرب وهو يقول ليه العروبي أولدك مات نزلت يجري. جا الشلح حتى قرب وهو يقول ليه الفرنسي وطاح لك ريال نزلت هو تيجري. وجا العروبي حتى قرب وهو يقول ليه الشلح وطاح لك السليب ديالك، وهو يقول ليه وكتبت كاع ما لابسه. في واحد بده يتجوز، قالت له أمه كيف بدك مواصفاتها؟ قال لها بدي إياها تكون بيضة وطويلة وتشتغل. تاني يوم قبولوا تلاقة. هادي واحد المرأة أدارت الباربة في الغداء وكانت فيها العادة الشهرية، ورجلها جاك لديك الباربة طاحت عليه الكرش.
تزيرت عليه مشى للكابينه عاد بدات يلوح بداك الشيء حمار هو يغوت وفاطمه وداك الشيء اللي جاك جاني. واحد داري برشام ومحشش قوي بده ينزل من السياره شاف الدنيا بتمطر رجع ونزل من الباب التاني. وهذا واحد المعلم قديما كينسى السلسله ديال سروالو محلوله وديما التلاميذ هما اللي كيفكروه ديما ديما. واحد النهار كان غادي يجي المفتيش وهو يوصي الدراري ويقول لهم عملي كل المفتيش الا كنت ناسي السلسله محلوله قولوا لي راه الاداره محلوله وصافي. ايوا سيدي جا المفتيش نهض المعلم الصبوره باش يبدا يقري التلاميذ قدام المفتيش وهما الدراري بداو كيقولوا استاذ استاذ. هو يقول لهم هياك ما الاداره محلوله وهما يقولوا ليه ولا استاذ وراه المدير اللي خارج. دا واحد سكران بيسال واحد محشش اسماء اخواتك ايه؟ قال له كلهم محمد الا خالد اسمه فيصل. هذا واحد البيلوت ديال الطياره كان تيهضر في المايك شويه قال لهم الله الله يا ربي يا ساتر يا ساتر عم الهدوء في الطياره. واحد شويه كل شيء ولا مخلوع ومرعود. واحد شويه هو يهضر ثاني هو يقول لهم اسمحوا لي يا الاخوان راه غير المضيفه اخوات لي يلقاو على سروالي. وينقص واحد من الركاب هو يقول ليه إن عالجت تواصل موك انت وسروالك اجي تشوف سراولنا حنا كيولاو بالخلعه يا روين. مره اثنين شيالين حيوصلوا تلاقى للدور المئة وما فيش اسانسير. هالي الاول عندي لك خبر حلو وخبر وحش. الخبر الحلو احنا الان في الدور 99 وفاضل دور وحنوصل للدور المئة. والخبر الوحش العمارة غلط. او واحد البنت مشات دوز البيري سولات من سيارة التعليم اي لا زيد رجلي على الفران شنو غيوقع؟ قال لها غادي تمشي بيك الطوموبيل. ايوا ولا زيد رجلي على الكسيراتور؟ قال لها غادي توقف بيك الطوموبيل. قالت لي ويلا زيد رجليا بجوج اشنو غيوقع؟ قال لها غتاخدي البيرمي دابا. رائع رائع المسابقه كانت في منتهى الروعه والان غنتظروا من لجنه التحكيم شكون هو الفائز. مبروك على الفائز ديالنا اللي هو خريم زمان المغربي. كانت النكت ديالك ضحكه على الجمهور. ايوا مبروك عليك السي خريم زمان. الله يبارك فيك. غتعطي شي كلمه للجمهور على هاد الفوز اللي فزتي اليوم؟ اش غادي نقول لكم انا سميتني خريمز والواليد سميتو قعيمز وتيعيطوا لي خريمز ولد قعيمز. علاش؟ لحقاش الواليد كان ما تيدير والو كان غام قعمز حيت معكاز او شبهتو انا او وليت غا تنخرمز حيت ما تعلمت منو والو. داكشي علاش درت هاد الحرفه ديال النكات حيت تا هي غاتخرميز وتا يصدق. ايوا تنشكر هاد الجمهور اللي ساعدني بالتصفيقات وتنشكر الجناح حتى هما اللي داروا روسهم في التخرميز وتنشكرك حتى انتي افريكس مان. ايوا ديني دابا نشوف سرات الفياط ما بقات عيار. مرحبا مرحبا يلا دوز معايا. ايها الجمهور الكريم الى اللقاء في مسابقه قادمه.